بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه رب العالمين. أبنائي طلاب الصف الأول الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم بعنوان قراءة الأعداد 1 و2 و3 وكتابتها. فكرة الدرس يا أبنائي أن أقرأ الأعداد 1 و2 و3 وأتعلم كيف أكتبها. كيف أعد وكيف أكتب؟ انظر إلى الصورة التي أمامك، ستجد فيها فراشة وكرتين وثلاث زهرات. السؤال رقم 1، ستجد العدد 1. أولا يا بني أرسم فراشة على اليمين، وبعدها أكتب العدد 1، أمرر القلم على العدد 1 من أعلى إلى أسفل. انظر إلى السهم وانظر إلى النقاط واكتب إلى العدد 1 من أعلى إلى أسفل، ولا تعكس. الذي يكتب من أسفل إلى أعلى خطأ. يا بني اكتب العدد 1 من أعلى إلى أسفل وستجد السهم معك، واكتب العدد عدة مرات. سؤال رقم 2، ارسم على اليمين كرتين. ستجد في الصورة العلوية كرتين لكرة القدم، ارسمهما على اليمين، ثم نتعلم كيف نكتب العدد 2. نبدأ من اليمين ونمرر القلم على النقاط، ثم ننزل إلى أسفل، من اليمين إلى اليسار، ثم ننزل إلى أسفل مرة واحدة، ولا تكتبها على مرتين يا بني، اكتبها مرة واحدة، من اليمين إلى اليسار ثم انزل إلى أسفل، ستجد الأسنان كتبت، اكتبها 4 مرات في المربعات التي أمامك. سؤال رقم 3، ارسم على اليمين 3 زهرات. 3 زهرات ارسمها ورسمك إن شاء الله سيكون جميلا. ومن الممكن أن ترى الزهرات في الأعلى في الصورة، وارسم مثلها تكون طالبا متميزا. ثم اكتب العدد 3. العدد 3 يا أبنائي له 3 سنن، بمعنى أنني أبدأ من اليمين، السنة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وأنزل بها إلى أسفل مرة واحدة. مرة أخرى أمسك المرسام وأبدأ من اليمين، السنة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وأنزل بها إلى أسفل، كتب العدد 3، وأكتبه وأمرر القلم على النقاط أولا، ثم أكتب العدد عدة مرات. هكذا نكون تعلمنا الأعداد 1 و2 و3 وكتابتها. انظر في الصفحة الثانية، عد الأشياء واكتب العدد. هذه صور نعدها. السؤال رقم 4، ستجد صورة واحدة فنكتب بجوارها العدد 1 من أعلى إلى أسفل 3 مرات. اكتب يا بني بطريقة صحيحة من أعلى إلى أسفل، 1 مرة ثانية في المربع، 1 مرة ثالثة أكتب 1. سؤال رقم 5، عد الفراشات أولا، عد 1 2 3. نعم 3 فراشات، إذن أنا هكتب العدد 3. العدد 3 أمرر القلم على النقاط أولا،
ثم أكتب العدد مرتين في المربعات التي بجواره. إذن كتبنا العدد 3 مرات. انظر إلى السؤال السادس، كم صورة أمامك؟ كم مقعد؟ 2. نعم، نكتب بجواره 2. نمرر القلم أولا على النقاط ثم نكتب العدد 2 مرتان. إذن كتبنا العدد 2 3 مرات. السؤال رقم 7، نعد الزهرات، كم زهرة؟ عد 1 2 3. إذن هكتب في المربعات 3، نكتب العدد 3 مرات، كل مربع نكتب فيه العدد 3. السؤال 8 والأخير، ستجد يا بني كرتان قدم. إذن هكتب في المربعات العدد 2 في المربع الثاني 2 في المربع الثالث 2. كيف أتعلم في المنزل يا بني كتابة الأعداد أو أعد أشياء في منزلنا؟ من الممكن أنني أتعلم بالمكعبات وأعد 1 2 3، ومن الممكن أعد بالملاعق في المنزل 1 2 3، وهكذا نكون تعلمنا أن نعد الأعداد من 1 إلى 3 وتعلمنا كيف نكتبها. أرجو أن تكونوا قد فهمتم الدرس. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.